يقول تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها. هذه السورة فيها فوائد كثيرة، نختصر قدر المستطاع في من فوائدها. الفائدة الأولى أو ما يتعلق بمعاني السورة أن هناك زلزلة عظيمة ستكون عند قيام الساعة، وقال بعض العلماء هناك زلزلتان في الحقيقة، واحدة عند قيام الساعة والأخرى عند النفخ في الصور، وهي الزلزلة الثانية التي يراد بها وهي المقصودة في هذه السورة، التي تخرج بها الأرض أثقالها، والمراد بأثقالها هنا هم الموتى المدفونون بداخل الأرض، فتخرج هؤلاء الموتى ثم تنفخ فيهم الأرواح ثم يقومون لرب العالمين، فيصدرون أشتاتاً يعني متفرقين ليحاسبوا ويحشروا، ثم يصدرون أيضاً أشتاتاً فريق في الجنة وفريق في السعير. قال تعالى: ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة خيراً وشراً. ليروا أعمالهم، هذه الرؤية تتضمن عدة معاني. الرؤية الأولى رؤية أعمالهم مكتوبة في صحفهم، لأنهم يسلمون الصحف إما بأيمانهم أو بشمائلهم، فيرون أعمالهم مكتوبة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ثم بعد ذلك يرون أعمالهم على صورة جزائها، فيرون جزاء هذه الأعمال. هذا معنى يروا أعمالهم، فلا يغادر صغيرة ولا كبيرة. وفي هذه اللي قال مثقال ذرة، والذرة هي النملة الصغيرة، وهي دائما يضربون العرب بها مثل في الصغر، وليس المراد الذرة اللي اكتشفت حديثا، هذا غلط، والقرآن لا يفسر بما اكتشف حديثا، والمقصود عند العرب الذرة هي النملة، هكذا هي في لغة العرب. فهذا هو المعنى، الذرة هي النملة الصغيرة في قول عامة المفسرين رحمنا الله وإياهم. ومن فوائد هذا أن المؤمن لا ينبغي له أن يحقر شيئاً من الأعمال، لا من أعمال الخير ولا من أعمال الشر، لأنه سوف يراه يوم القيامة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئاً ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق.